المال والأعداد، لم يملك أحد أطراف الصراع، ولا نملك القوة الصلبة اللي نفرض بيها هذه المبادرة كما يملك الطرف الآخر، ولكن نملك مصرياتنا ونملك حلمنا ونملك قوتنا كجزء من هذا الشعب، بنسعى لتوحيده من أجل فرض هذه المبادرة على كافة أطراف الصراع. الشعب المصري لازم يستعيد مرة أخرى ثقته بنفسه، ويستعيد مرة أخرى أنه صاحب الكلمة، الكلمة اللي تم اختزالها أيضا في أن من يعطيها الشعب المصري صوته في الانتخابات فهو من يملك فرض رأيه، وهو من يملك فرض إرادته، وليس هذا المعنى الصحيح لإرادة الشعب المصري. إرادة الشعب المصري هي إرادة تفرض على الجميع. بعد كمية المهازل اللي تعرضنا ليها على مدار الثلاث سنوات لاستخدام الآلة الإعلامية في صراع سياسي واستقطابي منحاز، ويمكن الحكومة الحالية بدأت إن هي تعلن عن نيتها في وضع هذا الحل، وكانت 6 ابريل أذنت لحكومة البلداوي ميثاق شرف اعلامي، وهم صرحوا ان هم هينزلوا في هذا الميثاق، والكلام ده كان من حوالي 4 شهور، والنهارده بدات الحكومه ان هي تتكلم على اهميه ميثاق الشرف الاعلامي اللي كثيرا ما نادينا به في مؤتمراتنا الصحفيه بعد خاصه بعد 30 يونيو، وقلنا انه خلق صراع بين في مثل هذا اليوم كنا شعب واحد. من 3 سنين الناس نزلت يوم 25 يناير لان كان في مشكله كبيره حست بان البلد محتاجه تتغير تغيير حقيقي. الناس نزلت يوم 25 يناير 2011 تنادي في العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. كان عندها احلام كبيره جدا لوطنها، كان عندها امل ان هي تغير البلد دي بجد وتبني بلد حقيقيه يبقى فيها الحد الادنى من الحياه الكريمه والعادله لكل المواطنين. في 18 يوم كلنا كل ملايين المصريين اللي شاركوا في ميادين التحرير في جمهوريه مصر العربيه في كل مكان عاشوا حلم، شافوا ان هم يقدروا يغيروا البلد دي مع بعض. في 18 يوم كان في المسيحي والمسلم، كان في الكبير والصغير، كان في الراجل والست، كان في الغني والفقير، كان في الشباب وكان في كبير السن. كل الناس دي حست انها مع بعض بقوه، حست انها مع بعض بالازمه الحاليه في المجتمع. طرف على راسه جماعه الاخوان المسلمين اللي وصلت للحكم وسنه استمرت سنه من ضمن ال3 سنين اللي فاتوا، ومعهم كتله كبيره او كتله من المصريين، وطرف على راسه المؤسسه العسكريه ومعاهم كتله من الشعب. كل سيناريوهات الصدام الواقع حاليا واللي احنا بنعيشه سيئه. انتصار طرف فيهم على الطرف الاخر وهزيمه للدوله. استمرار الصراع بالشكل الحالي هو هزيمة للبلد، هو نزيف اقتصادي مستمر للبلد. في مواطن مصري نزل 25 يناير وكان حلمه انه يعيش حياة كريمة، هو مش شايف كل ده اتحقق. استمرار الصراع بين الكتلتين الكبار في المجتمع هو اللي بيبوظ احلامنا، هو اللي بيبوظ ثورتنا. زيادة حالة استقطاب مش بس بتأثر على البلد سياسيا، بتأثر على البلد اقتصاديا واجتماعيا. المجتمع حاليا متقسم بالطول، واي نشاط بيتعمل في اي مجال